بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله ان يسعد ايامنا وايامكم ان شاء الله بذكرى الولاده الميمونه لسلطان هذه الارض وصاحب الامر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من انصاره واعوانه. السؤال الذي قد يخطر في اذهان الكثير من الموالين المحبين للامام الحجه المحبين للدين الاسلامي، المحبين لولايه محمد واله ما هو السلاح الذي يظهره الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه؟ اذا ظهر بابي وامي كيف يستطيع ان يملك مشارق الارض ومغاربها؟ كيف يستطيع؟ ما هي الآلة ما هي الوسيلة ما هو السلاح الذي يمتلكه إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف سؤال مهم لأن تعلمون أنه كل نبي إذا أراد أن يثبت أحقية نبوته كل ولي لا إذا أراد أن يثبت أحقية ولايته لا بد له من قدرة من قوة مكنة الأنبياء زودوا بمعاجز على سبيل المثال، استطاعوا من خلال تلك المعاجز أن يثبتوا أحقية نبوتهم، ويثبتوا أنهم أولى من غيرهم بالقيمومية على الناس، فعلى سبيل المثال موسى عليه السلام أعطاه الله سلاحاً، ما هو السلاح؟ كان العصا واليد البيضاء كما ذكر ذلك القرآن الكريم احدهما نار واحدهما نور فاليد البيضاء التي اذا ضمها الى جنبه اخرج اخرجت بيضاء وكذلك العصا التي اذا رماها صارت حيه تسعى فهذان سلاحان اعطاهما زود بهما هذا النبي وبالمناسبه السلاح الذي يؤتاه النبي لابد ان يكون بدرجه من القوه بحيث يكون هو الاقوى اقوى الاسلحه المشهوره في ذلك الزمان، لاحظوا اعزائي هذه نقطه مهمه جدا. يعني على سبيل المثال عيسى عليه السلام كان في ذلك الزمان قد اشتهر الطب بحيث وصل الى اعلى ذروته. فجاء عيسى على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام بسلاح قوي جدا، ما هو السلاح القوي؟ الذي عجز عنه كل الاطباء في ذلك الزمان. السلاح القوي الذي جاء به انه استطاع باذن الله ان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله. لاحظوا يعني يمسك الطير الميت او لماذا؟ يمسك الطين فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله باذن الله تبارك وتعالى. اذا هذه قدره فلذلك امنوا واذعنوا واستطاع ان يوصل تلك الدعوه الالهيه. ويوصل تلك الرساله اللي هو الانجيل ان يوصل ذلك تلك الرساله الربانيه الى من بعده من الحوارين وغيرهم. كذلك النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم اعطي سلاحا عظيما مباركا استطاع ان يخرس جميع الالسن التي كانت ويسقطون تلك المعلقات التي علقت على استار الكعبه. كذلك اعزائي احبائي كذلك امامنا الحجه بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا اراد ان يسيطر واراد ان يحكم الارض ومن عليها ويبسط العدل والقسط والحق والايمان على الارض لا بد له من سلاح فما هو ذلك السلاح البعض يتصور ان امامنا الحجه بن الحسن اذا خرج خرج بسيف والدم يقطر من على ذلك السيف وانه سوف يقتل من يقتل وي ويذبح من يذبح، حقيقه الامام لا يخرج بذلك اعزائي احبائي لعل هذه العقيده تشوه من فكره الظهور المقدس المبارك حتى من سيره الائمه الاطهار سلام الله عليهم الائمه لم يخرجوا بالسيف حتى الحروب التي خاضها ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم منذ زمان رسول الله لم تكن حروب هجوميه قتاليه لم يدعون لم يخرجوا للدماء والذبح وغيرها، هذه فكره خاطئه احبائي. اهل البيت هم اهل الرحمه. اهل البيت هم اهل المغفره، هم اهل العفو والصفح والدعاء. زين؟ فكانت حتى الحروب التي خاضوها كانت حروب دفاعيه، دفاع عن الاسلام. فلذلك الامام الحسين على سبيل المثال قال إني لا أبدأهم بقتال أو ليس كذلك لم يقاتلهم إلى أن رشقوه بالسهام واخترقت تلك السهام مخيمات الحسين فبدأهم بدأوه فبدأهم شوف لاحظوا أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم هكذا إمامنا الحجة وقد قلنا أن الدين الذي يخرج به إمام زماننا هو نفسه دين رسول الله ونفسه دين مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فما هو السلاح الذي يخرجه ليخرجه الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه ويستطيع ان يسيطر به على هؤلاء المنافقين ما هو السلاح؟ طبعا في كثير من مرويات اهل البيت سلام الله عليهم نجد ان الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه يخرج بالعلم ويمسح على رؤوس الناس وتخرج الارض بركاتها الارض تخرج بركاتها ويخرج 25 حرف من حروف العلم، الان الناس في الروايه تقول حرفان فقط من العلم فاذا اخرج الامام صلوات الله والسلام عليه اخرج معه 25 نوع من انواع العلم. كانما الناس في هذا الزمان كانما اعلى وذروه ما وصلوا اليه هو التطور العلمي. فاذا اراد امامنا صلوات الله والسلام عليه ان يظهر يظهر باعلى من تلك الذروه. باقصى مراتب العلم حتى يعجز حتى يعجز كل من على الارض من الوصول الى علم الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه ينشر العلم في الروايه المباركه حتى ان المراه تصبح قاضيه وفقيهه وهي في بيتها اضافه الى خروج بركاتها كانما الروايات المباركه ان المراه تسير من الكوفه الى الشام على ارض خضراء شنو معنى هذا الكلام؟ معناه الامان، معناه الخيرات، معناه البركات، الاطمئنان تسير لوحدها من الكوفه الى الشام على ارض خضراء تصبح فقيهه قاضيه، طبعا هذه كلمه القاضيه موجوده في الروايات الشريفه اما نحن في مذهبنا المرأه لا تصبح قاضيه في زمان الغيبه الان اما في زمان الظهور لا تقضي المراه وهي في بيتها ما هو سبب ذلك سبب ذلك يصل الناس الى مرتبه من العلم والفهم والادراك والمعرفه والمعرفه هذا نريد نريد ان نصل اليه شوفوا اعزائي فقط اقرا هذه الروايه والوقت لا يتحمل يقول حديث الشريف: "اصحاب الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذين يجتمعون عنده كقزع الخريف منهم من يحمل السيف اذا وجهه الى الجبل شقه نصفين". طبعا السيف لا يقسم الجبل نصفين. السيف هذا كنايه، كنايه عن ماذا؟ ما هو الشيء الذي يقسم الجبل نصفين؟ ما هو الشيء؟ العلم، كيف يكون العلم؟ لاحظوا الآية القرآنية تقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض طبعا القرآن هو نفسه القرآن الذي يخرجه الإمام الحجة الإمام الحجة إذا خرج في رواية يخرج قرآنا آخر هيك في رواية موجودة في هذا الكلام ولكن لا يعني أنه يختلف عن هذا القرآن نريد أن نقول أحبائي أن السلاح الذي يظهر, يظهر به الإمام الحج هو العلم والقرآن يفسره بحقيقته فلذلك يسير به الجبال ويقطع به الأرض العلم الذي يمتلكه إمامنا صاحب العصر والزمان هو أعظم سلاح يسيطر فيه على الأرض ويملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه وارزقنا شفاعته ورضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين